ما هي الأمور التي تعين الإنسان على تحقيق الخشوع في الصلاة وترقق القلب في سائر العبادات؟ الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة استحضار عظمة الله جل وعلا، أن تستحضر عظمة الله الذي أنت واقف بين يديه. ولله المثل الأعلى، أنت لو وقفت أمام ملك أو أمام رئيس أو أمير، ماذا يكون شعورك؟ يكون عندك تهيب له، يكون عندك خوف منه أنه ينتقدك في شيء، هذا في حق المخلوق، فكيف بحق الخالق جل وعلا؟ فتستحضر عظمة الله الذي أنت واقف بين يديه، والذي هو نصب وجهه الكريم إليك وأنت تصلي. إن الله جل وعلا ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فتستحضر هذه العظمة وهذا الموقف. وأيضا مما يساعد على الخشوع في الصلاة تدبر القرآن، أنت تقرأ القرآن وأنت تصلي، أو تسمع الإمام يقرأ فتتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، فإن إذا تدبرته أكسبك ذلك الخشوع بين يدي الله. ثالثا، لا تدخل في الصلاة وأنت مشوش الفكر، لا تدخل في الصلاة وعندك ما يشوش عليك فكرك. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والإنسان يدافعه الأخبثان البول والغائط، ما نهى صلى الله عليه وسلم، قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فلا تدخل في الصلاة وأنت مشغول بأحد الأخبثين البول أو الغائط، بل عليك أن تذهب وتقضي حاجتك وتتوضأ ثم تأتي إلى الصلاة. وكذلك حضرة الطعام، إذا حضر الطعام وأنت محتاج إليه ومشتاق إليه كل، ولا تدخل في الصلاة حتى تأخذ نهمتك منه، لا صلاة بحضرة طعام. وقال عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء فابدأوا به. من أجل إيش؟ من أجل أن تدخل في الصلاة وأنت فارغ البال، ما تدخل في الصلاة وقلبك متعلق بالطعام، تحب الإسراع في الصلاة من أجل أن تنصرف إلى الطعام. أيضا من دواعي الخشوع أنك إذا سمعت الإقامة فإنك تمشي وعليك السكينة ولا تسرع ولا تركض. قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، امشوا مشي بسكينة وهدوء، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فأتموا. فلا تسرع، لأنك إذا أسرعت يثور نفسك من السرعة، ربما تدخل في الصلاة وأنت ثائر النفس متعب، فلا تخشع في الصلاة.